السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أسباب محبة الله تبارك وتعالى للعباد، نسأل الله عز وجل أن يشملنا جميعًا برحمته وأن يدخلنا جميعًا في محبته. من أسباب محبة الله تبارك وتعالى للعباد التوكل على الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين. التوكل قال عنه العلماء هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فلو قال إنسان من الناس توكلت على الله وقلبه معتمد على غير الله سبحانه وتعالى فليس من التوكل في شيء، وليس من المتوكلين. فالتوكل عمل القلب كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله. ولو أن إنسانا من الناس اعتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى ولكنه ما أخذ من أسباب فليس من التوكل في شيء أيضا. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا أتوا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالأخذ بالأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى. الناس في التوكل طرفان ووسط، فمن الناس من لا يأخذ بالأسباب أصلا، يجلس في بيته وينتظر أن يأتيه الرزق من الله سبحانه وتعالى، يقول أنا متوكل ولا يأخذ بالأسباب، وهذا ليس توكلا وإنما هذا تواكل. الطرف الثاني من يعتقد في السبب، يظن أن السبب هو الفاعل، يظن أن السبب هو الذي يضر، يظن أن السبب هو الذي ينفع، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ومما يؤسف له أن هذا منتشر عند كثير من الناس. كثير من الناس يقول: أنا لا أذهب إلا إلى الطبيب الفلاني، هذا الطبيب يده فيها الشفاء. نسمع هذا كثيرا من العوام، قل هذا الطبيب يده فيها الشفاء، هذا الطبيب هو الذي يستطيع أن يداويني، هذا الطبيب هو الذي يعرف مرضي. ولا شك أن هذا اعتقاد في السبب. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأخذ بالأسباب قدح في التشريع. وأهل السنة وسط بين إفراط هؤلاء وبين تفريط هؤلاء، يعتقدون أن الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. الذي ينبغي أن يركن العبد بقلبه إليه هو الله سبحانه وتعالى، ويأخذون بالأسباب. التوكل له منزلة عظيمة جد عظيمة في دين الله تبارك وتعالى. فالتوكل إذا حققه العبد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت في مجلس سعيد بن جبير عليه رحمة الله، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. سعيد بن جبير يسأل أصحابه: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا رأيت هذا الكوكب. ثم خشي أن يكون مرائيا
قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لضغط وهذا سبب سهري. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على ذلك؟ ما الذي جعلك ترتقي؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي لدغة العقرب أو لدغة الثعبان، والعين يعني الحسد. قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال له سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الناس وكيفية إتيانهم يوم القيامة. قال فرأيت النبي ومعه الرهط الجماعة من الناس دون العشرة، أقل من العشرة، هم حصينة من آمن به، والنبي ومعه الرجل، لم يؤمن من قومه إلا رجل واحد، والنبي ومعه رجلان والنبي وليس معه أحد، وما قصر أحد من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ما قصروا في دعوتهم إلى الله، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال إذ رفع لي سواد عظيم جمع كثير من الناس فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته. قال عبد الله بن عباس فأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخوضون فيهم، فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، هؤلاء 70,000 لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يسجد أحد منهم لصنم، قالوا ذلك. وقال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم، وذكروا أشياء. قال فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر لهؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر لهم 4 صفات. قال هم الذين لا يسترقون. الاسترقاء هو طلب الرقية من الغير، أن يقول الإنسان إنسان لآخر لو سمحت ارقين. طيب هل هذا محرم؟ لا، ليس محرما، ولكنه ينافي كمال التوكل، ينافي كمال التوكل. كمال التوكل ألا تطلب الرقية من غيرك. قال ولا يكتوون. الكي نوع من أنواع العلاج، لكن نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مكروه كما قال العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان العلاج في شيء ففي 3، في شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. العجيب أن الطب الحديث يقول العلاج لا يخرج عن هذه 3، العلاج الحديث لا يخرج عن هذه 3. بعض المرضى يحتاج إلى أن يتعاطى دواء عن طريق الفم، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شربة عسل. وبعض المرضى يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، لا يصلح معه دواء يتعاطاه بالفم، لابد من إجراء عملية جراحية، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شرطة محجم أو كية بنار. فالاكتواء يخرج صاحبه من 70,000. الصفة الثالثة قال ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم. كان العرب في الجاهلية
إذا أراد الإنسان سفرا أو إذا أراد أن يتزوج أو إذا أراد أن يفعل أمرا مهما أتى بطائر ثم رمى به، فإذا ذهب الطائر جهة اليمين تفاءل وأقدم على ما أراد، أراد سفرا سافر، أراد الزواج أقدم على الزواج، وإذا ذهب الطائر جهة الشمال يتشاءم ويترك ما عزم عليه. ولا شك أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. الصفة الرابعة قال: وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفات الأربعة مردها إلى التوكل، فترك طلب الرقية هذا من كمال التوكل، وترك الاكتواء هذا من كمال التوكل، وترك التطير والتشاؤم هذا من كمال التوكل. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فاز بها رضي الله عنه. فقام آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. ففي هذا الحديث دلالة على أن من حقق التوكل على الله سبحانه وتعالى دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من فضل التوكل أنك إذا توكلت على الله حق توكله كفاك الله عز وجل ما أهمك من أمر دنياك ومن أمر أخراك، وإذا توكلت على غير الله سبحانه وتعالى لا يغني عنك من الله شيئا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه يعني كافيه. طيب، هل يكفيك أحد دون الله سبحانه وتعالى؟ هل يكفيك من الله سبحانه وتعالى؟ لا لا، لا يكفيك أحد ولو اجتمع الخلق كلهم. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوا واحدا من الناس بمقدار ذرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى في هذا النفع. وإذا اجتمع الخلق كلهم على أن يضروا إنسانا من الناس بمقدار ذرة لم يأذن الله سبحانه وتعالى في هذا الضرر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قد يتوكل الإنسان على بعض الناس، وهذا يحدث، تحدث له بلوى فيذهب إلى واحد من الكبراء فيقول له: حدث لي أمر عظيم، حدث لي أمر عظيم سيقضي على مستقبلي. فيقول له: اطمن، أنا معك ولن أتركك ولا تحمل هم. فيأتي ميعاد هذه القضية فيجد هذا الذي توكل عليه لم يأتي، فإذا عاتبه: لم تأتي، يقول له: نسيت، نسيت، أو يقول له: كنت نائما، أو يقول له: ما استطعت، الأمر أكبر مني بكثير، ما استطعت، أو يسأل عنه فيقال له: مات، مات، الذي توكلت عليه مات. أما الله تبارك وتعالى فلا ينسى، فلا يغفل، فلا ينام، فلا يعجزه شيء، فلا يموت سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فإذا توكل الإنسان لا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بيده النفع وهو الذي بيده الضر سبحانه وتعالى.
من فضل التوكل أن الإنسان إذا حقق التوكل على الله سبحانه وتعالى رزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب. روى الإمام الترمذي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أن العبد يتوكل على الله سبحانه وتعالى كما ينبغي لرزقه الله عز وجل كما يرزق الطير. الطير بخلاف كثير من الحيوانات، كثير من الحيوانات تخزن طعامها، أما الطيور لا، لا تدخر شيئا من طعامها، تخرج في الصباح خاوية البطون وترجع في المساء وقد امتلأت بطونها. فلو أننا توكلنا على الله حق توكله لرزقنا الله سبحانه وتعالى كما يرزق هذه الطيور. هناك صور رائعة من صور التوكل، سأذكر ثلاثة صور. الصورة الأولى صورة الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لما قارع قومه بالحجة وبين لهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تغني عن أصحابها شيئا، لما قارعهم بالحجة وما وجدوا سبيلا إلى مقابلة الحجة بالحجة قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا له حطبا عظيما وأججوا نارا عظيما. يقول المفسرون: حتى أن الطائر كان إذا مر من فوق هذه النار سقط فيها، سقط في هذه النار لشدة لهيبها وشدة حرها، وما استطاعوا أن يدخلوه فيها بأيديهم، فوضعوه في منجنيق ليرموا به من بعيد. فلما وضع في المنجنيق أتاه جبريل عليه السلام فقال له: ألك حاجة؟ فقال الخليل إبراهيم: وانظر إلى توكله على الله سبحانه وتعالى. قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. لو حدث أقل من هذا بكثير لواحد منا وأتاه إنسان فقال له: تحتاج شيء؟ لتعلق به وقال له: لا تتركني، افعل شيء. أما الخليل إبراهيم فقال لجبريل، لأعظم ملك من الملائكة، قال له: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله تبارك وتعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الصورة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هزم المسلمون هزيمة منكرة في غزوة أحد، وقتل منهم 70، وجرح الكثير جدا منهم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، وكسرت رباعيته إحدى أسنانه، وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. وكان سبب ذلك مخالفة لأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت هذه المخالفة من بعض الصحابة وأدبهم الله عز وجل في نفس المعركة. بعدما رجع المشركون أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، أنزل يقول لهم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بتعقب المشركين. فخرجوا يحمل بعضهم بعضا وقد أثخنتهم الجراح، امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. تخيل جيش ذاهب إلى القتال يحمل بعضه بعضا وقد أثخنتهم الجراح، وهم في الطريق إلى المشركين أتاهم خبر بأن المشركين قد جمعوا لهم وعزموا على استئصال شأفتهم وعلى أن يبيضوا خضراءهم، وسجل الله تبارك وتعالى ذلك. قال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فما كان جواب المؤمنين؟ فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الصورة الثالثة صورة موسى صلى الله عليه وسلم. خرج موسى صلى الله عليه وسلم ومعه بنو إسرائيل فارين من فرعون وبطشه وجنده، وتبعهم فرعون وجنده، فأتوا إلى مكان لم يجدوا سبيلا للنجاة، ليس أمامهم إلا البحر، ورأوا فرعون وجنده. قال الله تبارك وتعالى فلما تراءى الجمعان، رأى بنو إسرائيل فرعون وجنده، ورأى فرعون وجنده موسى وقومه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قضي علينا، ما من سبيل إلا النجاة. وانظر إلى المتوكل على الله سبحانه وتعالى، انظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم قال كلا إن معي ربي سيهدي، ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. وهذا لازم من لوازم التوكل، من لوازم التوكل أن تكون أوثق بما عند الله سبحانه وتعالى مما في يديك، وإلا كيف تكون متوكلا وأنت لا تثق فيه سبحانه وتعالى؟ كيف تكون متوكلا عليه وأنت لا تثق فيه؟ قال موسى صلى الله عليه وسلم كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجاه الله تبارك وتعالى ونجى بني إسرائيل معه. التوكل من ثمرته كما ذكرت أن تفوز إذا حققته، أن تفوز بحب الله سبحانه وتعالى لك، أن تفوز بحب الله تبارك وتعالى، إن الله يحب المتوكلين. الثمرة الثانية من ثمرات التوكل أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى وعما كتبه الله سبحانه وتعالى لك، وإلا فلست من المتوكلين. الذي لا يرضى بما كتبه الله عز وجل لا يكون متوكلين أبدا. الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى يرضى بما قدره الله عز وجل له. إن بعض الناس يسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى وأنت لا تدري الخير فيما كتبه الله عز وجل لك وفيما قدره الله عز وجل لك، وإن خالف مرادك أو الخير فيما أردته أنت لا تدري. فيجب عليك أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى وعما قدره الله سبحانه وتعالى لك. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا في رحمته، وأن يشملنا جميعا بمحبته، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه حق توكله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.